سويت راوندد انترنال لاين انجلز. لانه واحد من شروط الريزيستنس ان تكون الانترنال لاين انجلز راوندد. هذه السلا سبيد وهذا الانفرتد كون اللي يسوي لنا فلات بطل فلور. هذا اجريسيف must be used with care ولو بريشر. شوف هذا بي ليد لايت الهاند بيس مو مثل الثاني ويا الدينامو يشغل ليد ويا ما تشغله يشغل ليد فيسوي يكشف المنطقه اكثر يشوفك التفاصيل احسن. السرعه متغيرها بالسلو سبيد 1500 من تريد تسوي كيريز ريموفال من تريد تسوي فاين تاتشز. ال 1500 اشوف كانه الفلوس استنشاف بينما السرعات العاليه هاي مشكله تسوي اذا تسوي بها كيريز ريموفال. يعني احنا بالكيريز ريموفال نشتغل بهاي السرعه. في لين دينامو اكو ما يقل اشكال. هاي اتركوا عليها بيارات مال تربان وماكو دايموند مال ستاسكو. انت استخدم الدايموند لاغراض ديموستريشن. هذا معناه استخدمت التربان يعني لو بالصدق حتى اخلي بيارات دايموند اللي عندي عندي دايموند ابدا استعمله ما اقدر اركبه على هذا. فهمتيني لو لا؟ ما هذا قصدي شنو لا؟ اي قصدي ايش لا هي السرعه شلون تربط عليها كربون؟ وين هي؟ هاي كربون؟ بس التربون انجل مال بيس. هذا سلو سبيد هي بس يركب عليها بير مال تربون دايموند. هذا البير مال تربون ما اقدر اركبه انا لذلك ما استعمله. ما اقدر اركبه. نهايه مالته تختلف.
نحطه في هذا الشيء تكمل الدبث من تكمل الويدث من تكمل الكافيتي ديزاين تسوي تايلد اوف الكافيتي تسوي فاين تاتشز بالمناطق اللي تحسها راد لها ريجوليشن حتى تصير ريجولر اكثر ويل ديزاين fine smooth internal walls with respect to buckle with respect to lingual wall of the cavity distal medial wall انا اعرف نفسي اذا اسوي cavity for amalgam restoration فلازم شروط الثابتي تختلف عن لو كان أسوي for composite depth 1.5 إذا لقيت كيريز أنزل 2 مليمتر ال width 1/4 of intercuspal distance ال purple floor flat buckle and lingual walls must be converged like this. خمس درجات مو أكثر، هاي أكثر. إذا أكثر يصير undermining of the enamel. يجب patient يسوي بايت حتى لو أكو restoration يكسر. بينما لازم خمس درجات بس. أنا أنصح البير تخلي coincide with the round axis استمر عليه لا تحرك يمين ولا يسار. بالنسبة لك راح يطيب convergence. Medial and distal either parallel or diverge. السبب حتى الانامول بريزمز هنا الاورينتيشن مالها اذا كانت كونفرت راح يصير عندك انسبورتد انامول بريزمز اون ات ذا كيم او سيرفيس لاين انجل اوف ميزال اند ديستال وول اند ذن ذيس بريزمز ويل تشيب اندر سايكليك لودينج اند ذيس تشيبينج ويل ريزلت ان مايكرو فود امباكشن اند ذن اندز ويز مارجينال كاريز مارجينال سكندري كاريز افتر ريستوريشن اشتغل عبد الله بكال جروب صار بي اكستنشن للنص لينجوال جروب اكستنشن للنص دوبيتال ميجيالي سمول دوبيتال ديستالي والديستال جروب اللي هو بين الديستال كاسب والمارجنال ريج ايضا بين عفوا الديستال باكال كاسب والديستال كاسب ايضا اكو بي اكستنشن شوف الاكستنشن از لايك ذس ذس دوبيتال ذس از باكال ذس از سمول بتوين ديستال اند ديستال باكال ا سمول بندد دوبيتال اند ذن انسايد لينجوال جروف اند لاست تو ذا دوبيتال اجين ميزيالي لو تشوف احنا نسوي ري ايفالويشن تشوف هنا يحتاج اكو عندنا ستيب يحتاج تاتش بالانفرتد كون حتى يصير البالبل فلور فلات ولو تمر عليها بالبروب تشوف اكو كاتش توقفك بالنص تحتاج بالسلو سبيد بعد تاتش حتى تصير فلات كومبليتلي ويكون البريباريشن خلاص اللي مهم شفناه انه بعين وحده لما تفرجنا عليها بعين الكاميرا شفنا الكيبل سيرفيس لاين انجلز ما شفنا الوالز وهذا دليل على انه البكال اندينج وول كونفرجنس برغم انه كان اكو تشالنج
انه التوث يتحرك موبيليتي بهوايه وهاي مشكله يعني بالبريبريشن تسوي لانه تغير هذا الاورينتيشن. بس انت كل ما تسوي تريننج اكثر تقدر تسوي كنترول يعني يصير عندك تكتايل سنس اعلى. التكتايل سنس اخوان ما يفيد الوحده ليش؟ لانه لازم تطور شنو ماشينري تكتايل سنس. يعني التكتايل سنس از ذس اللي حسينا به بالستيب، مرينا هنا هنا لقيناها كلها سموث، مرينا هنا لقينا ستيبها سراحت وقفتنا. التكتايل سنس من الانسترومنت الاصابع المخ. الماشينري تكتايل سنس من آلة تفتر يعني مكينة الأصابعك المخ. يعني أنت لما تيجي تقص ببلاستيك like this الهان لا مصفر صفر هاي مفتره صاير صفر ما يشتغل. لا هاي النوب نوب النوب هاي 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 ذا مينيمم ما يشتغل حتى وهي اون. هاي اللي قلت لكم عليها فرتها ايدي وان يشتغل. يعني شنو القصد؟ القصد لما تقص هذا البلاستيك احساسك بالريزيستنس غير احساسك بالريزيستنس من تقص برابر مثلا. لا تحس هنا جيركي بالربر، تحس هيك اكو فايبريشن يصير على البير ينتقل للمشين ينتقل للمايكروموتر ينتقل لاصابعك. انت اكو سنس اوف ربر كونسيستنسي تقول ام ناو كاتينج انسايد ربري material. I'm now cutting inside brittle material like an enamel, or cutting inside more resilient material like dentin, or I'm cutting now inside soft material like caries, or hard material like caries, because caries may be soft, may be hard. There is hard caries and there is soft caries in time. فهذا التكتايل سنس يخليك اسال سؤال. انا هسه ورا ما كملت طلعت عندي سبوتس هنا سبوتس اوف كيريز، هذا سبوت هذا سبوت هذا سبوت. اذا كانت السبوتس اوف كيريز السبوتس اوف كيريز سوفت inconsistency البروب يحركها يحرك التشو، لان هو كل الكالسيوم البي دنتن عباره عن هيكل كامل من الكولاجين. الكولاجين ترى شيء مثل لايك فليش بس شنو كالسيفايد، كالسيفايد صاير هارد لايك ذس لايك دنتن. فمن شيء كل الكالسيوم مره شوفتكم البون اللي صح جاست ذا سيم بون هذا الهارد شلون شالوا الكالسيوم شلنا الكالسيوم منه بالدحية صار هيك ملين دنت نفس الشيء. الكيريز هذا شايلين منه الجسمه نفس اللون شفاف بس الدبري مسويته اسود، الدبري جاي من الاكل والشرب. فلما تيجي تحركه تشوفه هيك ربري، تشوفه هيك ربري بالبروب، تشوفه بالسبونس اكسكافيتر يجي وياك. حتى السبون اكسكافيتر يشيل بيس، يشيل بيس من الكيريز، واضح؟ بينما اذا كان هارد لا تشوفه سليبي. بس شنو؟ لما تسوي سلايت بريشر راح يصير بيه كاتش، لان مهما يكون هو ديكالسيفايد ريسبكت تو ساوند دنتن. هسه انا شغله واحده اريد اقولها قبل لا نروح. عندي هذا البير، عندي هذه سبوت. اكو احد عنده بالله جيبي شوي هذا قلم اسود.
تمام. تمام. تطلع لي السبوت is like this. السبوت هاي وانا ما كملت كل الديزاين. اجي اريد اشيل السبوت which size which shape اختار. راوند بيل. هاي الشغلة اريد اقولها لانه استراتيجيك. عندي هذا راوند بيل. يصير بي اشيل بي هاي السبوت؟ ليش؟ حجم البير اخي عليك اكبر من دايمتر اوف ذا سبوت، يعني انا ديفنتلي راح اقص ساوند دنتن وياه. عندي هذا ليش الدوسين مو على البيت؟ ياب على البيت. خلي هنا هاي 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 تبين مو؟ راوند بير اجي اخليه علي ما اقص لان قيس 10 مرات اللي هي 100 مره وبعدين اقص. اجي اقيسه علي والله بقدر اقص بيها؟ ها؟ ليش؟ لازم هذا البير ترباي وعلى هاي الهاند بيس اللي هي سلوستي. اوكي هسه انا عندي يصير اقصه الله يخليك. شو تقولون؟ اخوان الثيريز بيزيكلي اقول بيزيكلي اللي موجود بالدينتل هذا دينتل ثيريز لو انامل ثيريز الانامل ثيريز الموجود هنا بالجروفز والفيشرز اقصه بهذا يصير اخوان بالدايموند يصير انامل ثيريز من رحت للدينتل بعد تورباين ماكو هاي سبيد ماكو لازم لو سبيد ذس از رايت البيست ترباين وراوند بير والسايز مال ترباين الراوند بير اللي اشيل بيها السبوت باللو سبيد لازم قد هذا انا ما عندي يصير اقص لازم اجيب بير مثل هذا ترباين ينشد على اللو سبيد واشيل بيها ما عندي ما اقص خلصنا؟ خلصنا؟ لأن جبت هذا وأني هسه بدبث معين وقصيت باللارج الشيل الكيريز الأجسنت منها بالب هورنز طلعتك لأن البالب هورنز هيك شو صايرتها منها ناسية والبالب هورنز جوا كل قصف اكو بالب هورن عالي وهي جاي لما تيجي تقص هوايه بالساوند دنتن احتمال تشيل الكيريز بس البير ما تاكل لارج شو يسوي؟ هالب اكسبوجر هنا بالمكان اللي ما له داعي اضافه الى انه السايز مالت السبوت كبير اختار على قدها بير من قصيت سويت انترنس نص مليمتر نص مو مثل بالبدايه انترنس 2 او 1.5 نص مليمتر اي هاف تو شيب لايك ذيس بالنسبه للكيريز ريموفال نفرض من السبوت هنا I have to shave like this هاي السرعة مو أكثر 1500
إذا الله وفقني وشفتيها طلعتيها راحت راحت ما راحت زغرت. ليش؟ لأن بدي أنت المثلث المعكوس شكل الكيريز وهيجي ينزل من الأمام يصير وايد بعدين ينزل هيجي، فكل ما أقص راح يصغر، من يصغر لازم أزغر البئر، يعني يصير عندي صبر. شفتها زغرت ما راحت، أجيب أفتح هذا وأخذ بئر صغير راوند وأخليه، والناب زغرت أخلي بئر أصغر ثلاث مرات عادي. هذا الموضوع احنا بدنا نحكي عن الاي بي سي اوف كافيتي بريبريشن، الكيريز اكستنشن. هذا الحكي الكيريز اكستنشن قصه ثانيه، يعني الكيريز اكستنشن احتمال ينتهي بالدنتل واحتمال اكو باثولوجيكال اكسبوجر. اخوان بالعيادات امتحان كلاس 2 بالخامس فاينل نص السنه عمل، جيب البيشنت قاعد اشتغلون ثابت. كمل اللي يسوي تروماتيك اكسبوجر، يعني كيريز خلصان ويقص تروماتيك كات اديشنال انسيسري غير ضروري كات وسوى اكسبوجر اوف ذا بالب يطو صفر بالكابت. احلى كابت مسوي وسوى تروماتيك اكسبوجر يطو صفر بالكابت. اللي الكيريز كمله وشال الكيريز سوى ريموفال الى ان بقى ثين شيل اجينست ذا بالب، وهذا الشيل ايضا كيريز وسوى ريموفال، مو هو الطالب اللي وصل للبالب، من هو الكيريز واصل، هو الكيريز مسوي بالب اكسبوجر. شو يسموه؟ باثولوجيكال اكسبوجر، يعني ذا بالب واز اكسبوزد ديورينج ديو تو ذيس باثولوجي ويتش از كيريز. هسه مو كمل وشالها وطلع عياب الباثولوجيكال، مو انا سويته، كيريز مسويه هم يطوع الكافيتي صفر. ليش يطوع صفر؟ لانه الدايجنوسيس رونج. الكيس اللي اختاريتها من سويت لها هيستوري ومن سويت لها هيستوري اوف بريزنت اللنس واخذت تشيف اوف كومبلينت بالبدايه وبعدين شفت الميديكال هيستوري والباست دنتال هيستوري وسويت كلينيكال اكزامينيشن وحصلت ديفرنشال دايجنوسيس ورحت سويت انفستيجيشن بول تيستينج او راديوغراف وسويت سبوت دايجنوسيس، وين المستيك؟ ذس يور سبوت دايجنوسيس از رونج. فيرلي يعني هذه الكيس كلها زيرو، لان اذا السبوت دايجنوسيس رونج فيلر فكل الكيس فيل. بس اللي سوى تروماتيك اكسبوجر سواه ديورينج تكنيكال ميستيك، بس يجوز السبوت دايجنوسيس مالته واز رايت، بس التنفيذ خطا لان التدريب رديء. تنفيذ خطا لان التدريب رديء، بس ذاك السكيل الدايجنوستيك سكيل مالته is bad اصلا. لذلك مو كل واحد ايده موهوبه يصير good dentist، لانه الدنتستري is scientific mind وبعدين skills وبعدين experts. الشيء المأساوي انه قالت من شافه بالاوبريت، ليش؟ لا، لأنه أنتم المايند مالتكم أي واحد عنده شيء تريدون تأخذوا له أشعة وين يحولوه؟ هو هذا الرونج براكتس. يعني أنت ما تحكي ويا الناس، تحكي ويا الناس تقولهم هيجي مثلا بالبريكفاست، ها؟ اكو لاتيه، واكو على قولة هذا امكشينو، واكو جرين تي، واكو دايلي، انت تجيب لهم بس بلاكتي.
بلاكتي 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 بلاكتي. من واحد تجي تقول له انت ايش رايك شو يقول لك؟ شو يقول لك؟ شنو رايك؟ بلاكتي. ليش؟ لان هو الديلي براكتس مالته بلاكت. اللي يشوفه بعينه واللي يشربه هو البلاكتي. هسه انتم تسمعون الخامس والرابع هذه الراد هذه مين راد لي؟ الاو بي جي شنو الانديكيشن مالتها؟ اني تجي حالات انتيريور تيث ماخذين له او بي جي مع العلم هي الانتيريور تيث تطلع بلورد بالاو بي جي تطلع بلورد يعني كل شيء ما ينشاف منها مخصصه للبوستيريور تيث ياخذ له هذا ما يدري ما يدري الانتيريور ما يصير له او بي جي ما يدري اصلا هو لو كلايز ليجن لازم ياخذ له فيريفيكال ما يدري ما يحتاج الروت لازم ياخذ بايت روت حتى يطلع الابر اللور كراونز ان ون شوت ما يدري سامع الولد قال له ياخذوا الاو بي جي ربحنا